الطائرة الورقية، لعبة يلعبها الأطفال من مختلف الأعمار، إذ يقومون بصنع الطائرة الورقية من مجموعة من العيدان الخشبية وأكياس بلاستيكية أو ورقية وخيط متين. وكل طفل يبدع بإبراز جمال طائرته، وبعد الانتهاء من تجميعها ينطلقون إلى الخارج ويبحثون عن مكان مناسب لإطلاق الطائرة، وغالبا ما يفضلون اللعب بوجود رياح مناسبة تساعدهم على إطلاق الطائرة. وتصبح المنافسة بين الأطفال على إيصال الطائرة إلى أبعد مكان ممكن. وللطائرة الورقية لدى أطفال فلسطين دلالة رمزية، إذ أنهم يضعون ألوان العلم الفلسطيني عليها ويجعلونها ترفرف عاليا بالآفاق لتؤكد أنهم باقون هنا رغم مضايقات الاحتلال، ويشعرون بالسعادة حين وصول طائراتهم إلى أماكن لا يستطيعون الوصول إليها بسبب الاحتلال. ولهذه اللعبة فوائد عديدة من حيث التسلية والمرح وإضفاء حب المشاركة، وأنها تقوي روح العزيمة والإرادة والتحدي لدى الأطفال.